توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الهندية نيودلهي لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين. من المقرر أن يلتقي شكري خلال زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي لتسليمه رسالة من الرئيس السيسي تتعلق بسبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين. كما يشارك وزير الخارجية في المنتدى الاقتصادي الذي ينظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي بالتعاون مع المكتب التجاري المصري في نيودلهي. ومن المنتظر كذلك أن يلقي الوزير سامح شكري محاضرة أمام مركز الأبحاث التابع للحزب الحاكم بهاراتيا جاناتا، حيث يستعرض خلالها رؤية مصر تجاه العديد من التطورات الإقليمية والدولية، فضلا عن إجراء مباحثات مع نظيرته الهندية. ورئاسة الوزيرين أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين.